فياريال أوساسونا الدور الإسباني الدرجة الأولى الجولة 22 وين كانت مباراة نقولوا بلي كانت مباراة مثيرة شنا كيفاش كان التعادل كان هدف لهدف شنا كيفاش وين نقولوا بلي فياريال وين عرف كيفاش يسيطر في المباراة خاصة الشوط الثاني وين شنا الشوط الأول وين انتهى لصالح فياريال هدف لصفر الشوط الثاني شنا ثلاث أهداف أخرى شنا باكا والذي سجل في الدقيقة 46 عند نهاية الشوط الأول في نهاية الشوط الأول وين سجل هدف بعد بداية الشوط الثاني وين إيرلاند من جانب أساسونا وين سجل هدف التعادل روبن وين روبينيو الذي سجل هدف في الدقيقة 54 هدف ثاني شنا سانتي اللي في الدقيقة 59 وين أضاف الهدف الثالث عن طريق ضربة جزاء شنا خافاير المدرب تاع فياريال اللي دخل بخطة 4-3-3 شنا كيفاش أرسيتي اللي دخل مدرب تاع أساسونا اللي دخل بخطة 4-2-3-1 يعني كانت المباراة شنا سيرجيو من الحارس تاع فياريال اللي أنقذ المرمى تاعو خاصة في الدقيقة الثالثة وين برافيز الذي أضع هدف في الدقيقة الثالثة أمام الحارس تاع فياريال سيرجيو يعني شنا كيفاش ماريو شنا راول شنا خوزي شنا روبن بينيا المسجل الهدف شنا سانتي كذلك شنا فيستاني شنا كيفاش مانوا شنا جيرارد اللي خرج مورينو اللي خرج في الدقيقة 55 دخل في مكانه سامويل اللي في الدقيقة 55 شنا غوميز شنا باكو يعني من جانب فياريال وي كان عنده نجوم تاعها لعابة تاعها عندها شنا كيفاش ناتشو شنا أرنولد الذي ضيع هدف شنا كيفاش دافيد غارسيا شنا برافيز شنا جون شنا دياز شنا روبرتو روبن روبرتو مارك كاردونا يعني كانت نقولوا بلي كمان نقولوا بلي فياريال وين شنا أردون الذي ضيع هدف في الدقيقة 57 فنيك من جانب أساسونا يعني كانت وشنا كيفاش فياريال وين على الأقل جاوها خمس فرص سجلت منهم ثلاثة يعني عرفوا كيفاش يستغلوا الفرص اللي جاوهم عرفوا كيفاش يسجلوا ويحافظوا خاصة في الشوط الثاني وين نقولوا باللي فياريال وين حافظ على النتيجة وين تراجع الوراء نقولوا تراجع الوراء في شنا كيفاش رغم أنه كان يلعب بالخطة تاع لعب بربعة 5-1 وكان مسيطر 60% شنا نسبة استحواذ 40% بالنسبة لأساسونا 151 تمريرة الأساسونا 311 تمريرة فياريال يعني كانت نقولوا بلي كان مسيطر في المباراة عرف كيفاش يسيطر عرف كيفاش يسجل عرف كيفاش يحافظ على النتيجة تاعها هذه هي المباراة اللي كانت في الجولة 22 الدور الإسباني الدرجة الأولى فياريال أساسونا اللي كانت مباراة شيقة مباراة اللي شاهدنا أهداف الشوط الأول أهداف الشوط الثاني اللي كان في الدور الإسباني الدرجة الأولى فياريال أساسونا.